بالليل لما أخلص مثلا من كارني أمرا بأخذ برقان بناخذ من الحواكير لأنه البرقان غالي بناخذ برقان من الحواكير بعبي بلوستة بربطها من الكمام بحكي يما خذ هاي البرقان بقول لي من هنا بقول له من كارني بقول له وانت رايح بقول له لا يا ماما رحتش أطبش كل ما نخش بضخون كل ما نخش بضخون ايش وين مكان محصلين بدنا نروح بضخون بدنا سلاح احنا بدنا دعم بدنا سلاح بدناش احنا ناكل الدولة العربية بدنا الدولة العربية بسم الله الرحمن الرحيم انا محمد حجازي من السجعية أنا خشيت على المدرسة وأنا بصغر وأنا صغير عاد ما عجبتنيش المدرسة طلعت بقيت قاعد بشغل قرشانة ما عجبتنيش الشغل أنا رحت أبيع جريدة عشان يعني أطلع بحبش أنا أكون محبوس طلعت أبيع جريدة أحسن لي من هذا لي 4 سنين ولا 5 انبطل من صف تاني ابتدائي انبطل أنا عمري 13 سنة بعدين يعني أبوي حبس قبل هيك وكان لما وهو لما كان مش محبوس كان يعطينا مصروف عاد لقيت بكفيش المصروف أبوي قاعد ممنوع يخش إسرائيل عاد أنا لقيت بصرف أخواتي أنا وأبوي أبوي لما يجي يشتغل بيشتغل هو وأنا بشتغل بنصرف أخواتي بنشتري كيس طحين كيس سكر زي هيك انت واحدة زينة. انت واحدة. ما تنساش يا حبيبي.
طيب 4-3 لا مش 3 وانا كل بجيبش يلا صاحبي كنت انا وياه واقفين رايحين على كارني كان اول حاجه في لجاء عن الدبابه يمكن ب 20 متر كان في كيلو نحاس راح اللي قدم يجيبه يوم ما قدروش يضخوا عليه ما جاش في طلب رجع جاب سيخ شده لسع بده يرفع على راسه ويشده انت على الارض يوم طاخ اكلها في راسه بيحكوا الاولاد 800 لما حملناه عاد بقى قدامنا فوره مش شايفين ايش الطلق اللي مات واكل هو في الراس وفي الصدر ودينا احنا يمتع المستشفى ورجعنا عقارنا ضلينا نطبش لليوم بنروح بنطبش يعني انا وصاحبي هذا طارق لليوم بنروح بنطبش انا وياه هي القصة لليوم بنروح بنطبش مندافع عن الوطن امرار ابويا بعزلنا بس بنرضاش بنروح بنطبش يعني هذه ارضنا كيف اليهود يخش عليها وبقلع في الشجر وبقتل في اولادنا ايش لهم فينا وصارت عندهم يعني سهل الطخ والموت سهل يعني صار بكل بساطه عندهم قتل الاولاد وقتل الشباب منظر فظيع يعني راسه يميتها طاح ما ضلش حاجه يميتها الجلد اللي ماسك راسه الله يرحمه وأين كل عيد بروح بدل على مية وكل جمعة هو بقيت أصحابي يعني ولد هذا اللي زي الأصول ليش كان مش عامل لهم حاجة يضخوه ايامي كمان ما صدقتش انا حامله ابصر كيف صار منظر وبوجهه كله تملى دم وجسمه مش عارف شو صرت احكي عامس هذاك برضه كله هات يعني فتنة في السلكة من القفل ونشرد الروح نشرد من هان ونهان نخبي يميت الشنت في البرية كنا عاملين مقعد فوق الشجرة الخشب تبعنا داب وتكسر والمسامير وقعوا ضاعوا كنا لما نروح نسرق بندورة من السوق ولا حاجة نروح نقعد فوق وناكلهم ويوم ما نلاقي الأولاد راحوا نروح معاهم يعني يوم يعني رجل على رجل فيش يوم غير بقينا مع بعض يعني كنا زمان واحنا صغار زي عقدة ما بتنفكش السعد الله يرحمه كيف مات Thank you.
دائما واحنا صغار يعني كنا دائما نشرد انا ومحمد خاطر نروح نتفرج على البحر من الصبح. امي تقول له لسه بدري على المدرسه، اقول له معلش نروح نركب سياره ننزل على المينا نشوف كيف الصيادين بيجي بحمله السمك، نتفرج كيف الصيادين بيسوقوا امره كانوا صدع الشاب. يعني هذه احسن حاجه. يعني مناطق حلوة يعني زي اللي بتأخذ الإنسان من مكانه، حلوة لدرجة بعدين ما بتتلعب تنسى حالك. اليهود ما انت عارف الاحتلال الاسرائيلي وقف الرمل وهذه البيوت اي فكوا وعملوا اللي بدكوا اياه، ما اما سكروا الطريق على الاولاد الصغار ما بنفعش هذا الكلام. ظلم والقهر تاع اليهود سكروا المعابر وسكروا الطرق وفيش بديل يعني الا اي طرق بدنا نروح، هاي سكروا الباب هنط لهم من الشباك، هاي سكروا الشباك هنجيهم من تحت المي. نتمنى من الله يا عم يردوا على ربنا يوفق في السلام يردوا على السلام. هاي مثلا اليهود بيتحكموا فينا ايش ضايل لهم يعني دبونا في البحر، لكن الحمد لله ان شاء الله غير نضل صامدين برب العالمين ويطلع لنا. ايوه احكي ايش بدك كمان. هذا عندها عيان وهذا هي راحت تزور ورجعت بنتها صغيره، مش حرام وكفر هذا؟ ايش عاملين فيهم احنا؟ طردونا من اراضينا ومن وطننا، ضايل عليهم دبونا في البحر، لكن ان شاء الله احنا ندبهم في البحر ان شاء الله. يا رب يورينا يوم فيهم يا يحل بيننا وبينهم يا رب. هيك احنا بنقول يا ان شاء الله يصير سلام بيننا وبينهم، لكن بدنا سلامهم يبعدوا عنا ونبعد عنهم ويرجعونا لاراضينا ووطننا وحالنا هيك. اما هيك تعبت بال وشغلت بال لنا، مش حرام عليهم؟ قال هم مش اطفال، ما هم مش نسوان؟ ما لقيت برضه نسوانهم زي هيك يمكن بس امرك من سياره لسياره بودهم. ليش هذا كله؟ وين السلام؟ هذا سلام؟ أي سلام اللي بيقولوا عنه؟ هاي عنوان السلام كله. بيجي بيقول لك إحنا الإرهابيين، إحنا الإرهابيين؟ مين الإرهاب؟ إحنا ولا الناس اللي بتمنعنا منه؟
هاي الطفل الصغير هذا ايش ذنبه؟ ايش ذنبه من منع في غزة يقعد ثلاثة ايام عشان خاطر يروح دير البلح على ابوه على اخوه؟ هاي السلام، هاي السلام الشجعان تاع براك تاع واحد دير البلح واحد عمال هذه بتزيد عقاد اكثر، بتزيد عداوة اكثر. هذه ما هي عمل حكومة ابدا ولا هي حكومة. وامريكا من الاوقات خاينة، والانجليز بريطانيا خاينة، كلهم هذول دول عظمى كلهم خون، هم كل السبب هذا طلعنا من فلسطين ال 48 واحنا وياهم عداوة. من وين بده يصير كويس كده؟ انت شو بتفرج كيف هذا بده يكون؟ انت خليك مكاني. يعني هذا بنبسط انا او غيري او كل اي انسان عربي، وانا مش ان انا عربي. أبويا مرة ربطني في الجنازير عشان شافني على التلفزيون، حكالي أنت بدك تروح تموت. أنا قلت له لا، رحت يميتها ولع العجلة وهو مصوريني، جابوني على التلفزيون، أبويا جنزرني وضربني. خايف علي أتصور، خايف علي أقوم، يجيني في راسي. أبويا بقول لي ربي تعال، بقول له إيش؟ بقول له اقعد. بقول له ليش؟ بقول له لقيت لو روحت اتصابت في ظهرك. بقول له اه. بقول له ان شاء الله مين يصير يشتغل عنك، ومين يصير يجيب لنا اكل، ومين يصير يصرف علينا، ومين بدك هذيك الساعه يزقك على الكاره. بقول له انا بديش حد، انا بس بدي اروح على شغل. والله جاي شرن ناجح. هاي شرن قص امه من التنين على صبري. خلاص فتاتين من انصار يد بركه بخير. خلاص بكره بدي ادرس الصبح. ناجح شرن يضرب طيز والله بالكو، والله مصر بيك ابوه والله بتنيك. هذيك الساعه العراق بتقف في كل الله بيقف. لا يا حبيبي واحدة شكرا لك واحدة يا ابني. شكرا شلون هذا مباراة؟ شو بدك حبيبي؟ إلك واحدة إلك إلي يا سير مجهود جهاد الله. طيب أقول لمسك عليك سير سيب يا شيخ، ما هي يوم يوم الوجهات. هذا رمال الله رمال الله سيب قال عرفات زعلان عرفات جبع. براك بصيح.
والله يا شارون القدس مش نصيبنا، مش من نصيبنا يا شارون. اخ ابن ابن ابو شارون قبيله هذا عبيبي هذا قص امرا حسين يا حسين وين حسين لو شارون خش ولا براك كلهم كذي يعني ايش الطبيعي لو شارون خش ولا براك كلهم كلب واحد يعني لو واحد مات عادي الثاني بسد عنه أي شارون بده حارب والتاني برضه بده حارب بس عددك أقل منه بشوية شارون بده يقتل العالم بده ينهيهم على الأرض بده يمسحهم مسح شارون بده يمص دم العرب مص في إيديه شارون بده يخلع السجار بدهش يخلي ولد صغير أولاد الحجارة اللي قدنا بده كلهم يقتلهم أبواتهم كل العالم شارون بده يقتل مش بس إحنا واحنا بنقول لهم طلعوا المستوطنات طلعوا الحاجات هاي مش قضيه يعني هم بدهم يضلهم يحتلونا زمان قبل يمكن ايام الانتفاضه زمان واحنا صغار ضربوا يميت اجوا اخذوا ابويا عشان كان يطبش على اليهود زيه وهو صغير وكانوا لما بدنا نروح نزور اليهود يمنعونا وكنا كل ما بدنا نروح له نودي له اكل كبوه يقولوا لنا ممنوع بعدين كانوا ما يخششوش امي ما يخششوش غير احنا ممنوع المرة تخش كان زمان كانوا يمنعون احنا كان سيدي الله يرحمه ما يردوش يمتى ضربوه وخلوه يروح ما ردوش خلوه يخش عنده عشان يزوره قانونس
هذول القتل يمكن وضعهم صار كيف عشان هسه احنا ما خشيناهوش نزوره الاراضي كلها القتل. يعني الناس بيحاولوا يضغطوا على بعض عشان يخلوا غيرهم يجي عندهم. طبعا زي ما انت شايف اليهود هم قاعدين بخشوا على العرب وبهدوا دورهم وبخلوا الناس تشرد. هذا بتيجي على التلفزيون؟ بتيجي على التلفزيون يا بالشباب؟ امبارح الصبح جرافة صارت تجرف، جرفت يمكن وصلت قريب، بدت من بدري منعوا عليهم التجويف، وبعدين صارت اشتباكات بيننا وبين اليهود. هي تقريبا الساعة 8 بدوا يجرفوا، وساعة هيك 10 بدوا اشتباكات، بدوا اشتباكات مع اليهود ومع مع الشرطة الأمنية. وبعدين جرفات قاعدة تجرف ونصبوا دبابتين قاعدوا يجرفوا، ضلوا مجرفوا، وفي الليل صار في اشتباكات وقصف. بعدين الاولاد كلهم راحوا يتفرجوا على القصف، راحوا يرجدوا غرفه الدار انحرقت يعني كلها، وراحوا يرجدوها الشباب اللي عندي الثلاث الاولاد الكبار، وانا جبت الاولاد الصغار ودخلت فيهم جوا. كان في قصف واشتباك، فكان كنا نطلع نتفرج من الشباك داخل الغرفه، ووجه الشباك على العماره العاليه مكونه من 6 طوابق، فحصل ان تفاجئنا ان القذيفه نزلت في بيتنا. فلما نزلت في بيتها شفنا النيران، شاهدنا النيران وهي بتطلع منها يعني، فأنا سكرت أغلقت باب الغرفة، فالدخان مل الحوش كله هي تواضع. وبعدين أجا من البيت من تحت البيت فمل الغرفة كلها هي يعني، صارت الغرفة كلها دخان سائل. سيد الحين وأنا جوا الدخنة والغاز هذا كله أجا علي، بدي أطلع مش عارف، انخرقت. اسمه الفت سحلون، الفزار سحلون. احنا كنا هنا في قاعدين على السطح،
وهم كانوا الطاقة شغال والغاز شغال. حين احنا فيش حد، امي كانت تعبانه وكانت راكده على السرير تحت، واحنا واخواتي قاعدين هنا. حين ما بنشوف حالنا صاروا يرموا غاز ونطلع، احنا ما نفكروش انه غاز سام، فكروا هيك يعني زي دخنه مطرح عجال وش هذا. صاروا اجا ايش صار جابوا غاز، صار ايش يرموا غاز ابيض، لهم صاروا يرموا غاز ايه اسود، رموا قنبله فقعت راحت. قلنا ايش هذا صار يسيطر في شباب، ايش هذا ايش هذا، ولا حاجه راحت من بيننا، ما شمنهاش فيش ريحه إلها. اول حاجه كان دخنته زي البيضه، بعدين صار اصفر، بعدين صار اسمر، هيك يعني صار طعمه زي السكر، ريحته يعني حلوه كتير، يعني ممكن مقبوله للشم. بعد شوي اللي صرت تطلع له ريحه نعنع نعنع نعنع. قالوا ايش شاط الشباب على الفاضي فيش حاجه. انا بقيت مروحه من المدرسه، كان في انا مفاوضات، وانا مروحه من المدرسه بقوا يرموا غاز. وصلت هنا بدرش عن حالي، وقعت على الباب، اجت عمتي اخذتني على الباب، مرقت جوا مرقتني جوا، اخذتني وودتني على المستشفى. بعد 5 دقائق 10 دقائق صرت الاقي الناس وانا بصور، الاقي قدامي كريزه اطلع انا اصور فيه الثاني وكله بيجري وانا اجري وراه الحقه على امبلانس. اطلع انا كنت افكره مصاب بشظيب اشي، اطلع في جسمه فيش فيه اشي. وبعد هيك النسوان واولاد صغار ولا حامل اولادي وصرخ فيهم، تفاجأت انا ما بعرف شو هذا. رحت على المستشفى جراي اشوف ايش الحال اللي بتصير، بعد ما كان اطلاق نار كثيف جدا في المنطقه هذه، وضربوا اكثر من 4-5 قنابل من النوع هذا، انا شفتني بعيني يعني فهمت علي. هات واحد منهم كان يضرب منها فهمت علي، ورحت على المستشفى، طلعت في المستشفى لقيت فوق 50 واحد مقتول كل اثنيها. عدل عدل اثنيها اثنيها عدل اثنيها عدل شرفة يا عم جرب ربو علي جربوا يا احمد تبونا Les hommes qu'on a vus à l'hôpital étaient effectivement des hommes jeunes qui présentaient essentiellement des manifestations neurologiques avec des crises d'hypertonie et des mouvements choréo-athétosiques au niveau des membres, des spasmes qui raidissaient tout le corps en pistotonos en position en arc. À ceci faisait suite des épisodes de relâchement musculaire avec de paralysie quasi complète des membres avec hypotonie. Il présentait aussi d'importantes douleurs digestives, un type de crampes et de coliques, et des troubles du comportement, des périodes d'excitation et des troubles de ce genre. De rien. Voilà. Bon, ben كانت دائما راس دائما توجعني وجراي وقفوا وإذا وقفوا يعني صار جسمي كليته ماس يضرب، صرت هيك أحس بماس وراسي توجعني لله صارت توجعني وصدري بطل، صرت هيك متضايقة على آخر إيش بدي يكون هنا، كنت بدي أمزع، كان هيك أعصابي بالمرة متهكرة. يا محرد الله كل جسم بيكون يا الله يا الله يا الله يا الله فعرض الله. أنا ما سمعت محمد
شم غاز وشفنا عبرنا على العراق على العناية المركزة أنا وشادي بن عمي طلعنا حالته وشفناه زي الميت يعني كان شعور غير انصدمت وما بغيتش يعني تستحمل إن أطلع فيه يعني بقت أول تبدأ في راسي أكل في راسي في وجهي تبدأ أول ما تبدأ إلا غير في راسي وصداع يضغط علي بعدين ينزل على جسمي أقدرش ترتاح أكل في حالي يمسكوني أكل في حالي ما أقدرش بدي أكسر الدنيا في وجهي ما لما أنا يجي على وجهي بس يركل في وجهي في صدري وفي جسمي سمعنا حاجة نزلت في البيت طلعت برا بدي أشوف لقيت كل المنطقة سودة سودة رن التليفون مش قادر أطلع له أول مرة رن بعدين طوروا برن طلعت بسرعة رديت كانت أم على التليفون حكيت لها البيت كله غاز مش حقدر أكلمك سبت السماعة ودخلت من التليفون لما أنا تبلغت ورحت على المستشفى أنا كنت عندها ومسكاها وتعيط تقول لها للي عندها بدي أمي وأنا عندها قول لها يا أمك عندك تقول لا هذا مش أمي بقت تحكي كلام في غير الوعي مش يعني مع إنسان واعي يحكي لا غير وعي وكنت أنا وخالتها وجدتها وخالتها مسكينها مش قادرين نمسكها في بداية الأمر هم الإسرائيليين بقولوا هذا مسيل دموع مش مسيل دموع احنا في الانتفاضه اللي قبل هيك كنا نشم مسيل دموع مش هيك وفي بدايه الانتفاضه هذه كانوا يرموا مسيل دموع هذا مش مسيل دموع هذا غاز عمرنا شفناه دخان اسود وبعدين ما له ريحه اول ما تشمه ما لهش ريحه بعد شويه بتلاقي الاثار اللي تعرض لها المريض تظهر عليه احنا بدنا علاج لها الغاز هذا عشان الناس تاخذ مش تاخذ اي علاج لازم ولا مش لازم Yeah.
شفت الصوصة في يدي. كان في مسيرة مسيرة كان طالع إنه ما هو عاجل صاروا يطخوا وإحنا نقرب نرجم عليهم. بعدها قربت شوية هم صاروا يطخوا لأنا وقعت على الأرض لهيجت في إجر. كم واحد تصاب معك؟ كتير 24 عصفر عصفر واحد هذا حج عصفر عص يا حاج يا هم كل مطلبين طالع الجنة كل أصحابنا يوم ماتوا يعني ما ضليش حد ما ضليش غير تبع الجريدة هذا وسلامة اللي تسمك هذيك الساعة في الحسبة بالمرة الدنيا كلها في المرة وديش أشوف ديش أنا بدي أموت يا أحمد من كل العيشة كاف كيف قلنا إحنا الكاف تكتب كاف بالشكل هذا موت حساب معزب ايش الموت بحس حالي هيك زي في منطقة ولا يشوفني حد ولا اشوفه انا حاسس انه الموت ريح لي والله مش معروف الولد لما انفجر فيه الغوص طار الولد اتفسخ وضل الولد مش معروف وجهه مشوه دوليا وانت كل ما تلاقوا قلب ساعة جيب وتمط على جرايب صح كل ما تشوفه عطول نش نلعب فيه انه قلب كيف نقول قلب طب ما هو لازم اللعب يعني فجر فيه لا بوجهه صلى على النبي هذا في ثلاث اولاد جايين داخلين على السلم اربع ثلاثه داخلين باب الشينه بصرش ملاقين زي القنبله هان جايبينها كفه تاعت ملاكم هذول اللي محطوطه جواها مطلعينها عاد هي اللي مني من برا بقول لك هذا اللي مني بدنا نبيعها جايين واقفين عند العماره هذه الان تحت زي الشجره هذيك جايبين الشاكوش وشارين يدقدقوا فيها فاقعه فيهم اللي كان يدقدق فيها بطنه راح طلع والاثنين اللي معه تصوبوا في المستشفى اول حاجه كنا بنشرب من المدرسه بنروح نزق الحجاره على بواب سلاح الدين بعد زقناها جت الدبابه
الحين يحيى كان معنا ثلاث اولاد. الحين شردنا رحنا عند جامع النور. الحين جت الدبابة مرقت. الحين تخبينا. اللي هو شفنا رموا تنتين كفتين. لقينا الكفة الدبابة رميت أخذناهم. الحين رتيح قال راح أشوف الله راح أشوف هذي هود الجو من غدا من الجو من عند بهلول من عند بهلول. بعد سمعت دبة خبطت في الحيط الضفرية في بطنه تفجرت مع الأولاد أدخل الوضولة. الحين سمعت الدبة قلت يمكن حاجة جت عند الدبابة. جيت أجراي شفت تحية نادت صفت على طول. هذا سرق ما يعني. طب ليه وش الدعوة؟ خليني شرجة بنجيب لك مع الحمام لا طال الشرجة بنا السلام للكل مش إلنا الحال للكل يصير السلام وولادنا الباقيين يعيشوا بسلام مش يعيشوا كمان لكت لليهود وظلم اليهود. أنا بتمنى نكون كنا بسلام وكنا نعيش ونأخذ أرضنا ووطننا كله ونرجع إن أرضنا وأرضنا وإحنا موافقين على السلام وموافقين على كل حاجة حتى لو مات منا شهيد ومات منا وذبح أولادنا. إحنا بدنا كمان أطفالنا اللي تموا إنه كمان يعيشوا بسلام ويعيشوا ما كمان يموتوا زي بهالموت هذا بهالشكل هذا. بدنا إحنا بدنا سلام. احنا اخوي رفعت وعلا وشا ويحيى ومحمد ويوسف كنا نروح السلك الشرق غادي نحرق سلوك تبعت اليهود في الانتفاضة هذي نحرق سلوك ونحرق كل اللي جوه السجن. كنا نروح احنا يا العجلة ونروح عند السلك وهذا بعدها نخرج معنا. انا
حاولنا نهدي اليهود خليهم شوي شوي ما عاد نكتلهم. ليش بتتمنى يصير؟ اتمنى اشتاش اذا احسن ذراع الجنة بعد اغتل اياهم مات ادخل الجنة دلعب. الله في شقة وانا في شقة ومحمد جنبي انت بتصلي لا دقوا انت ليش كنت تطلب ليش دفاع ورا حلو تعرف تقرا لا تعرف يحفظ لك آية قرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حلو آية بس من 3000 آية سطور ليش بتسلك زمان عشان اجيب مصاري ليش مثلا ليش كنت تحمل الشهادة انا واصحابي ليش كنت تطبش على الدبابات هذول ولاد عمك هذول كسروا السجارة قتل اصحابي حلو هاي اقول لك يا مسكوب دقوه خنار زتوه صباح يمكن على حقنا في الجنة يمكن عم لا أعرف إذا أسكى حاجة إيش على الجبل اللي بين النار وبين الجنة بتجله ديك الساعة بتجله الجبل ديك الساعة يجيني واحد بالليل بيحكوا بقعد يتحدث معاك وبيجيبولكوا أكل يعني ولا من النار ولا من الجنة بالنص تبغى مستقبل ضايع فكش مستقبل خالص كل إيش انتهت في حياة أي واحد حتى لو بفكر إيش بده يعمل في المستقبل ضاع زي ما أنت شايف اليهود بسكروا كل الطرق يعني حتى أنا تعلمت خياطة وكنت بدي أشتغل خياطة هنا سكرت الدنيا كلها ما فيش لا أدوات ولا في قماش ولا في أي حاجة لو قعدنا كل واحد قاعد يعني أخويا اللي كان بيشتغل في النجارة برضو قاعد ما فيش أدوات للنجارة كله بتيجي كله عن طريق اليهود كله عن طريق اليهود يعني أي حاجة بتيجي بتيجي عن طريق اليهود لما كل تلفزيون بيجي يعني بده مثلا يصور ولا شيء الكلمة اللي بده إياها خلص بيلقطه الكلمة ما بده شيء ما فيش أي إيش أصلا إيش بدي أقول لك بدي رقم الأرض المقدس رقم إيش الأرض المقدس إحنا بدنا حل واحد بس اليهود تطلع من عندنا وخلاص ولا عنا عربي يمرق عليهم ولا يهودي حتى يمرق علينا احنا والله علي لو قلت الحل الوحيد اللي هم يبتعدوا عنا واحنا نبعد عنهم هذا الحل الوحيد اما بدهم يسووا لي مستوطنة هان بدهم يسووا لي اسفلت هان بدهم يسووا لي هذا مش حل ولا هو حل في حياته بده يصير يصيرش حل لا ايه مستقبلنا صعب خالص خلص اصلا بعدين اسرائيل فلسطين بحلم مش مستقبل خالص اسرائيل اللي هي نفسها مش مفكره مش مفكره اننا نسوي لنا دوله يعني بتتعازم علينا انها تطردنا مش ممكن لو بدنا نموت مش ممكن نطلع يعني من قطاعنا ابدا لو بدنا نموت خلص بدنا نموت مايسين احنا مايسين على الموت ولا قد ما يسووا يعني حصار ويسووا اللي بدهم اياه مش ممكن لابدنا نموت مطرحنا مش ممكن نطلع من بلادنا هي بلادنا
وين بدنا نروح اصلا؟ اي بلد هينا 6 اشهر متجرفين وقاعدين. بعدين البلاد حتى اللي كانت حاطه الفلسطينيين عندها ما حد ما صار صلح ولا شيء، كله طلع برا برا، كل الفلسطينيين برا عندهم. بيجيبوا الحق علينا على على فلسطين تبعتهم، على فلسطين تبعتهم. طب لو مثلا صارت مشاكل وين احنا بدنا نروح؟ اي دوله بدها تاخذنا؟ فيش ولا دوله حتاخذنا، فيش غير ايش ندفنها. هي تصير زي حرب لبنان، ممنوع ولا واحد يطلع، كل الحصار من النقطة هذه ونقطة رفح ونقطة ايرس. الله يهدى الشقتي. فيش ما بدك تهدى، بدك تهدى شارون الله يهديهم. بعدين عرفات كانش يقول والله كله شارون على الحكم، مش ممكن يصير مش ممكن يصير لا صلح ولا يصير غالي. على كده استنى كمان 5 سنين. هو بتهم ان عرفات ارهابي وعرفات بتهم انه ارهابي، لكن هو الباقي الارهابي من يوم ما خش براك و شارون براك وشارون اكلت خلق الدنيا. يا ريت لو في ايد انا والله لغير كل الدنيا حتى كلها كمان، حتى البشر اللي عليها كمان اغيرها لو بايدي يعني. يعني تبقى ايش عاجبك في البشر اللي قاعد؟ بلا سرير بلا سرير بلا هاي الدبابه وقفت. هذا بير حجاه ولا واحد كانوا على الأسفلت عند غش قطيف. والله هو جاي جتنا المرة تيجي. لما جتنا المرة تيجي وقالت تعال المغانا. بقول له إيش؟ بقول تعال. أجي تجي. لما أجي تجي. الحين اليهود عندهم بقلب ال بقلب دار. بقول له بقول تعالي أنت. رحت له. له بقول لي شفت الطخ من البيت هذا. قلت والله يا خواجه انا بعيدين ما يعني ما شفتش حد. قال انت اول ساعه انطخ واحد مستوطن شفته. قلت يا خواجه انا ما كنتش هان. قال انت ما شفتوش؟ قلت والله يا خواجه انا ما شفته. فزق النخله بالجرافه هيك وخلط على البلح وصاير ياكل، حط في جيابه واكل. انا روحت على داري وهم صاروا يجرفوا فيها النخل، يجرفوا فيها النخل، يجرفوا فيها النخل. أنا بتمسكنا عصبية يا ابني لما تجينا أيام هيك كده بصير. الحين هو معاود عقب ما جرف النخل، عقب ما جرف المشتل والإشي الشتل اللي نقلوه في النخل عاود رجع علي تاني. معي الضوايا الصغيرة هذه في يدي وبقول له هيك أنا الحين الساعة 12 ونص بقول له هيك بالجرافة بالضوايا اللي بخش علي دغري. لما نخش علي دغري هذه بنتي في الدار هنا. فلما نخش علي دغري هيك بالجرافة هذه بنتي طلعت أنا وراي، طلعت أنا وراي زي هيك لقيت الدار كلها مجرفها لوراي وانا واقفه زي النخله هيك بستنى الجرافه اللي هيك لو تنتين وراي جايات هيك. طلعت لقيت الدار كلها رايحه فيش لا دار ولا خص ولا غنم ولا حاجه ولا محتاجه. وبنتي بتصرخ من شقه وانا بصرخ من شقه. وطلعت بعد عنك ما لقيتش ولا الدار كانت مني ورا بطلع كلها هي مش شايفه ايش بدي اسويها الحين. فجت بنتي زي هيك الحين خش علي بده يجرفني. وجت بنتي يما قالت لي تعالي يما تعالي بده يجرفك يما. صار يجري وراي انا وياه. انا وبنتي ما عرفناش نطلع، دوبنا طلعنا. ملصت معنا بنت صغيره هيك واختها شلتها في حضنها وطلعنا شردنا رحنا على الزيتون. شرق بعيد واحنا نجري. لما نجري ضلينا نجري. هذولاك صاروا يشدوا في الكرات محملين يشدوا هم وراه بالجرافة. بحسهم في وداني، بحس صوتهم في وداني. Thank you.
طب الاسعاف وين يا جماعه؟ هذا يضرب علينا رصاص. ثاني إشي بقوا يرمى علينا قنابل. بعدين خشت الدبابات وهدوا دورنا وإحنا شردنا. رحنا على دار خالي اللي في المشروع، وأمي بقت تقوم فيهم اللي فراش قوموا قوموا خشت الدبابة
واحنا مش عارفين نعمل، واحنا شردنا حافين حتى ما لبسناش جزم في رجلينا، وكواتي قاعدوا يصيحوا وخايفين. انا بقيت خايف، انا بقيت ادعي يا رب واقول يا رب، بقيت خايف، بقيت اصحى من النوم واحط الحرام على دني عشان ما نسمعش هذا القذيفه، وبقيت اصيح. يلا ابو علي، ابو علي هاي الدشكة قتلوه. يعني ليش ما واقفين بدهم؟ ايش فوق اللي عملوا فينا؟ يعني ايش بدهم فوق ما قطع الشجر؟ بيجي حوالي 5000 شجرة قطع زيتون من بلح من هذا اللي على طريق خان يونس. يمكن ابويا قال لي يمكن هذه قد عمر سيد سيدك هذه اللي قطعوها. يعني قاعدين بقطع في الشجر تبع أجداد ولا أجدادنا، قاعدين بقطع الشجر تبعنا، شجر السلام، شجر الزيتون.